La yastawi ashabun-nar wa ashabul-jannah. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته لرأيته خاشعا متصدعا من خشية لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله.